لتمكين هدول الشباب اللي عندهم كفاءة علمية ولكن بيفتقدوا للخبرات اللي بتلزم هلق الآن بالوظائف بالعمل. اليوم عم نحضر تدريب بناء وإدارة فرق العمل مع منظمة الخبرات الأكاديمية. طبعا إن شاء الله نطمح لأنه نستفاد من هذا التدريب في بناء فرقنا وتطويرها للأفضل. أدركنا هذا المحور وأدركنا مخاطره ومنافعه، ممكن بعدين نشتغل ضمن الفريق ونحن مرتاحين، وهذا يأتي مع الوقت. ما حدا يولد كامل، لازم نتدرب على هذا الشيء. تواصلنا بإلقاء كلماتنا. حاليا خضعنا لاول تدريب بيساعدنا كيف نقوي الجمعية، كيف نساعد بعضنا بين الفريق، كيف نكون فريق ناجح متفاني في العمل. شوي شوي بعدين ندخل مرحله السباق، بعدها فريق يصير كفريق او ينتهي الفريق او نظبط بعضكم في الاربعه. اليوم حضرنا ورشه تدريبيه بعنوان مهارات التواصل والاقناع والتفاوض. بالنسبة للورشة التدريبية كان لها معلومات قيمة فادتني من عدة جهات. بداية فهمت ماهية التواصل، مهارات الإقناع، مهارات الحوار. كمان كان في عنا عدة نشاطات عملية كان لها دور في تعزيز الورشة. موضوع اللي عم نحكي عن الرجال والنساء، هل أنا 100% بصري؟ أكيد لا. ممكن أكون 60% بصري؟ 30% حسية. صراحة الطلاب رح تتمادى كثير، يعني إذا ما كان في أسلوب للمحاسبة في ترغيب، في ترغيب، ما شرط إنه مثلا يكون حصرا ضرب، في جوائز، في مكافآت. يعني حاولنا كثير، حاولنا كثير مع بعض الطلاب إنه يخففوا المشاغبات، يخففوا التسرب من المدرسة. أنا بتضطر 100%، أنت عندك هالطفل مشاغب بيستدعي أهله مرة واثنين وثلاثة، قد الشيء خلص بنقول. من خلال التدريب تعرفنا على الفرق بين الإدارة والقيادة، وعرفنا أساسيات الإدارة وخصائص الإدارة ووظائف الإدارة والعمليات الإدارية وغيرها. كثير استفدنا من هذا التدريب. شيء تعريف الإدارة هي تحقيق الإمكانيات لتحقيق الكفاءة. أخذنا كمان تعريف القيادة هي رفع الكفاءة لتحقيق الهدف. صرت مدير منظمات، صرت مدير مشروع وعارف على أرض الواقع. لذلك لما أعطي شيء في التدريب أقول له في أرض الواقع وضع 1-2-3. طبعا إدارة. صاحب مصداقية عالية وعنده تحفيز عالي. تحليل دوافع الإنسان نحو الأهداف أو هو الرغبة في التصرف نحو الأهداف. تعلمنا من خلال التدريب صفات القائد، أيضا صفات المدير. أهم ما تعلمنا هو الفرق بين القائد والمدير، أيضا صفات العمل المؤسساتي. وين أنا؟ وين بدي أروح؟ وكيف؟ كلمات بسيطة. أحضر في ورشة عمل إعداد المشاريع، تعلمت منها كيفية إعداد المشاريع للأيام المستقبلية، منه مثلا التخطيط، العمل على ميزانية المشروع وتحديد الميزانية، الوقت الزمني المخصص للمشروع. وهذه الأفكار حقيقة لأول مرة أسمع بها. ما بصير عندنا تكاليف زياده، بمجرد ما طال مده المشروع رح يكون في مصاريف اكبر. جيد، بس انا هذا ايش اقرا فيه؟ لازم اثبت شخصيتي، مجرد ما يشوفني حتى بدون اي كلام
هو عرفان عندي كل شيء. اليوم عندنا المراحل الأخيرة من مشروع تكامل، وهو طرح مبادرات على مسامع الفرق والأستاذ عبد الحميد. طرحنا نحن مشروع تمكين الشباب بالتعاون مع فريق العادة التطوعي، كان مشروعنا مبادرة مشتركة تم الاتفاق عليها والمناقشة بين الفريقين التطوعين، وتم اليوم طرحها ومناقشتها. مشروعنا بيحكي أو مبادرتنا بتحكي عن تمكين الشباب والشابات الخريجين اللي قاعدين عن العمل، تمكينهم من خوض سوق العمل كان في المنظمات أو بالسوق أو الأسواق المحلية. نحن ما ركزنا على شغلات بسيطة، نحن عملنا نأسس مركز تدريب حتى نستدام فيه لقدام، ما بدنا نركز على نشتري طاقة ونشتري شغلات فيها إن شاء الله، بس إنه نستغل حتى يكون العمل مركز تدريب الجاي. نستعين باستشاريين، يعني مثلا على سبيل المثال أنا مثلا الفريق اللي عندنا في عن إيه، في هندسة، في صيدلة، في طب، تمام؟ طيب إيه والعلوم الإنسانية الأدبيات، ما بنستعين شباب يساعدونا يوم نعمل نقل طلابية. على التواصل إدارة المشاريع الصغيرة اللي عنا إعداد السيرة الذاتية ومهارات مقابلة عمل، يعني بعض المهارات يلي بتخصهم تمام كشباب كخريجين ما عم يلاقوا وظائف. موضوع حبه للغة الإنجليزية وموضوع المحادثة. طبعا هلا المشروع بالوقت الحالي بيسهل في 60 طفل من أطفال العمالي. تميز مشروع تكامل لبناء القدرات الفرق التطوعية والمنظمات المجتمعية في اختيار عناوين مهمة ومميزة كدورات تدريبية. الدورة التدريبية الأولى كانت بناء فرق العمل. في هذه الدورة تعلمنا كيف يكون الفريق متماسك، كيف يركز الفريق على الرؤية، وكيف يعمل على تحقيق هذه الرؤية، وكيف يكون التفاني في فريق العمل من أجل تحقيق رؤية مشروعنا أو مبادرتنا. في الدورة الثانية كان التركيز على فن التواصل، فن التواصل الذي يحتاجها أي فريق لزيادة الفاعلية في الفريق. في الدورة الثالثة كان هي المسؤولية المجتمعية، لرفع المسؤولية المجتمعية عند المتدربين والمتطوعين وتقديم المبادرات المجتمعية التي تساهم في نهضة وتنمية البلد. الدورة الرابعة كانت أساسيات في علم الإدارة والقيادة. هنا كان التركيز على أهم العوامل التي تنقلنا من العمل التطوعي إلى العمل المؤسسي، والفرق بين الإدارة والقيادة، وما هي الكفاءات والمهارات التي أحتاجها أنا كمدير مشروع لقيادة أي وإدارة أي مبادرة أو أي مشروع. في الدورة الأخيرة كانت هي إدارة المشاريع التنموية. في هذه الدورة ركزنا على المراحل التي يمر فيها المشروع، ما هي الكفاءات التي أحتاجها أنا كمدير مشروع، كيف أعمل مخطط زمني، مخطط جانت، كيف أعمل مقترح مشروع، كيف أجزئ العمل حتى يسهل علي إنجاز أو إدارة أي مشروع. وفي النهاية في نهاية المشروع كان لنا وقفة طويلة، كيف أنا أعطي أفكار إبداعية لمبادرات تساهم في نهضة ومجتمع في نهضة وبناء البلد، حتى نترجم ما تعلمناه في الدورات التدريبية على أرض الواقع. كان لدينا 12 فريق تطوعي، قسمنا هذه الفرق التطوعية إلى 6 مجموعات، في كل مجموعة كان فريقين تطوعيين، وطرحوا مبادرتين تم اختيار مبادرة واحدة وتطبيقها على أرض الواقع للمساهمة في تنمية ونهضة المجتمع السوري.